طبعا اللي كانت تختيرها ياسر على الدفاع عن الدول الافريقي. دقيقة 72 والمخالفة لصالح الترجي التونسي على مستوى الزاوية المستطيلة الدفاعي، يعني مخالفة خطيرة. يوسف المسكي أمام الكرة، يوسف المسكي، يوسف المسكي ينفذ المخالفة وهدف التعادل. هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي بمخالفة مباشرة، مخالفة مباشرة، والهدف التعادل في توقيت 72 دقيقة، دقيقة 72. كرة ما يعرف سرها كان هو، كرة باغتة الجميع، وطبعا أعلنت عن هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي. هذه الإعادة للمخالفة على مستوى الزاوية السفلى، الزاوية اليمنى السفلى للحارس أيمن بن أيوب، أيمن بن أيوب حتى حل. هجوم فرق على الدفاع نادي الفريق، كون عند نجار، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق اللاعب كريم العوادي. هدف ثاني يجي في توقيت 80 دقيقة، دقيقة 80 والتقدم أصبح للترجي الرياضي التونسي، دقيقة 80 التقدم للترجي الرياضي التونسي بعد ما كان التقدم للنادي الأفريقي. هذه المرة كريم العوادي، كرة تجيه من يانيك نجاي، هاي الإعادة أمامنا على الصورة. يخرج كريم العوادي بالرجل اليسرى إغالة الدفاع والحارس أيمن بن أيوب، هاي الإعادة، يبقى الكرة نجاي في وسط الدفاع، يخرج الكرة